أصوات المصلين تتعالى بسائر مدن المملكة تنفيذاً للأمر المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي جو من الخشوع بمدينة فاس انطلقت جموع المؤمنين مشياً على الأقدام متضرعين إلى الباري تعالى بالدعاء والاستغفار وأن يسقي عباده ويحيي بلده الميت بأمطار الخير. نحن نتبرك بهذه الصلاة استجابة لدعوتنا الدينية واستغفار المسلمين ودعاؤهم وطلبهم من الله سبحانه وتعالى. نرجو الله منه سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يمطرنا برحمته. وفي موكب حافل خرج الكبار والأطفال كما طلبت الكتاتيب القرآنية حاملين ألواح القرآن في المدينة الحمراء يجوبون مختلف الشوارع والأزقة إحياء لهذه السنة النبوية الحميدة. صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء ويحضرها حتى الأطفال وحتى أهل الديانات الأخرى يحضرونها، ولكنهم يعتزلون عن المسلمين ويقدسون تقاديسهم المعهودة عندهم ويلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى عند احتباس المطار أو قلة نزوله. إحنا المغاربة اليوم فرحانين لأن سمعنا كلمة أمير المؤمنين عطانا الأوامر باش نديروا هادشي. المغرب كامل الحمد لله كله داير هادشي ما شاء الله. إحنا هنا ورانا في واحد البلاد، بلاد الخيرات وبلاد سميتو خصنا اللي هو اللي بقى لنا وهو تكون قلوب المغاربة كلها صافية. وبمسجد حسان بالعاصمة الرباط رفعت أكف الضراعة إلى الباري عز وجل استغفارا له واستجلابا للغيث وللرحمات والأمطار الوافرة.